وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دائما عبر الام تي في، وبدي اقول لكم مثل كل يوم نتلقى اتصالاتكم على 04-444-444 ونبلش البرنامج دائما بمعلومه. بمعلومتنا لليوم طبعا بدي اروح لالمانيا، وبدكم تقولوا ليش بدها تبلش بالمانيا؟ لأنه بألمانيا جرت العادة لأنه الدولة توفر للمواطن الخدمات الأساسية، يعني مثل المي والكهرباء والمصرف الصحي مقابل مبلغ شهري يدفع. لكن ألمانيا بثماني أيار الماضي الحالي، يعني بس 8 أيار عملت العكس فتماما. شو عملت؟ دفعت الدولة لمواطنيها مقابل إنتاج الكهرباء، يعني يا مواطنين ألمان بدي ادفع لكم بس دخيلكم صرفوا كهرباء. يعني نحن بلبنان قدي بدنا تتجي يوما ما الدولة تقلنا عندكم كهرباء صرفوها، ما بدنا تمننا وتدفع عنا، بس تعطينا كهرباء، تعطينا فاتورة وحدة، تعطينا انتظام بالفولتاج، تخفف لنا شوي من التلوث اللي عم بيصير، أكثر من هيك التشوه اللي صاير على العواميد وبالأحياء وبالقرى. أقولكم يوما ما رح نصير مثل ما عملت ألمانيا، خصوصا اللي عم نسمعه بهاليومين ومن زمان عم نسمع قديش الكهرباء عم بتكلف الخزينة اللبنانية، قديش الكهرباء اليوم عم بتكلف للمواطن اللبناني فاتورتين وثلاثة، وقدي لليوم بعد ما حدا قادر يوعدنا ب 24 على 24. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. باخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ الو الو، اهلا مدام. مدام عم بيقطع الخط، تفضلي. الو الو، تفضلي مدام. ظاهر انه في شيء بالتليفون. بتمنى مدام ترجع تعود الاتصال فينا لانه خطك يعني عم يوصل على دينتي بالتقطيش، ما عم بقدر اخدك على الاخر. الو، بعدني ناطر بس حولي. ايه يلا انا عم بسمعك مسيو، تفضل. مشا، مين معي؟ ريبيكا. بونجور. بونجور، كيفك مدام؟ نشكر الله، كيفك انت؟ عم يعمل شوي رتور الخط، انا حكيتك من كم يوم عن المي بجديدي بشارع الأنوار المطفي. أنا حكيت عنها مبارح، في عطل بشارع الأنوار وهذا العطل عم بفتشوا من وين بالخط، يعني كل الحي ما في كهرباء، من وين؟ ما في مي، بس بشوفوا أنه ندفع 300 ألف آخر السنة حق مي، 12 يوم ما عرفوا من وين مقطوع المي. ولا مبارح هيدا كان جوابهم أنه عارفين في عطل، عم نفتش على العطل حتى نصلحه. أنا قلت بشكرك، أنت مالك خصة، كتر خيرك عم ساعدينا، بس ينخجلوا ينخجلوا بقى، عيب عليهم. قول ينخجلوا، بدهم كثير تينخجلوا. بدنا نحط حق مي، وبكره بنحط 300 ألف حق مي وما بتيجي المي. وخليك يا مسيو ما تدفع مي. عيب عليهم بالبلديات وبالتنصيبات وبالسرقات وبالنهيب. لقلك شغلة مسيو، بعطيك اسمي مسيو، ما بدنا نخلط الامور ببعضها اليوم. عارف. من المعيب، من المعيب اليوم نقول لنا 15 يوم عم نفتش عن عطل مي، من المعيب جدا. اليوم ما فتشوا على العطل، معيب. انا عم بقول لك من المعيب دغري بيحلوها. وغير هيك يعني اذا بالانوار عرفوا انه في عطل بالاشرفيه رح يصير لهم شهر حي بكامله ما في مي، قال عم يعملوا اشغال، لا حدا عارف شو هي الاشغال، لا حدا عارف اي متى بتنتهي، ما حدا فاهم شيء. بمقلب اخر بالاشرفيه المي جايه، يعني جايه بشكل كثير كثير قوي، بس شو على الطابق الاول ما بتطلع على الطابق الثاني. وفي كثير من الناس المالكين ما بيخلون يحطوا موتور حتى يسحبوا الكهرباء، قلت لهم روحوا تشكوا بالبلديه او بالمي شوفوا شو بدنا نعمل. شو بدي اقول لك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال عنا، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في، وطبعا بمتابعتنا لليوم بحب اقول
انه للستات او يلي عم ينزعجوا من موضوع الكلاب، ان كان بالمواقف على ولا ارصفه او على الطرقات العامه بعده مناطق. بس امبارح هيك لفتني اكثر شيء الاتصال اللي ورد من الاشرفيه بموقف، وكثير من الناس بتقول انه طيب هذا الرصيف مش بس لتمشيه الكلاب للناس، ومش كمان بس لصف السيارات. بهذا الموضوع، بموضوع الكلاب الاليفه يلي دائما يا عاملات اجنبيات عم بتمشيهم يا اكيد اصحابهم، معي مباشرة على الخط رئيسة ومؤسسة جمعية أباف سوريا معوض. يعطيك العافية مدام سوريا، يعطيك العافية. انقطع الاتصال مع مدام معوض، رح نرجع نحاول كمان بمتابعتنا. بدي أقول لمستر جورجيا اللي اتصل فينا بموضوع أنه عنده ضبط وبالنبطية عامله، هو ما راح النبطية ولا داعس بالنبطية ولا كان بالنبطية، شو لازم يعمل؟ نحن طبعا انا ان شاء الله يكون على السما حتى نقول له، او اي حدا بحس حاله انه مكان بمكان ونعمل فيه ضبط عليه انه المفرزه يلي بتبلغوا عن الضبط يروح ويعمل اعتراض، يعني بحق له يعترض على الضبط بالمفرزه يلي بلغته او المخفر او المفرزه. مين من وين بيتبلغ؟ بيروح بيعمل اعتراض وبيبرر انه هو عدم وجوده بهذه المنطقه او لا. بالنسبة للمي مثل ما سبق وحكيت، عارفين بالمي أنه في عطل بشارع الأنوار بالكامل، ولكن عم بفتشوا على العطل لأنه أسطر أساسي بيعطي حي بكامله عندهم، يعني المي موجودة ولكن عطل بالأسطر، عم بفتشوا ليشوفوا من وين جاي العطل أو ترويحة أو شيء حتى يصلحوه. هلأ أوكي 15 يوم كتير مزبوط، بس كمان مفروض إن يعني كشركة ما يكون عندها معلومات، يعني بتنطر الناس تتلفن وتقول لهم معنا مي تروح لتشوف. ما بعرف اليوم كيف عم بتصير العمليه، ما صايرت ما قلت بالاشرفيه. بالاشرفيه لهلا لهم شهر بجعتاوي بالنسبه للسفلى اذا بدنا نسميه المنطقه السفلى، يعني شارع بيات وغيره، ما عندهم ابدا مي. انا ما بعرف كم حدا اتصل فيي، بس الاكثر قدي طلعوا على شركه المي وتشكوا، مثل ما طلعوا مثل ما رجعوا، كل واحد بخبر شيء. يعني ما بعرف المي اليوم ليه ما بتحط المشتركين بالتفاصيل. هلا تصليحه صغيره اوكي فهمنا انه امبارح كان في عطل عم يتصلح بمحطه الدبيه، وطلبوا انه من الناس يعرفوا كل يلي بيتغذوا من دبيه ما كان عندهم مي بتجي اليوم الظهر، فهمنا وكل الناس ارتاحت وعرفت شو السبب. كمان قالوا في اشغال كهرباء عم بتصير عظيم، عرفت الناس في اشغال كهرباء، بس انه تقعد شهر أو 15 يوم ما تعرف شو صاير، يعني هيدي قلة احترام للمشترك. وثانيا كل ما في وسيلة إعلامية مش جاهزة إن تبلغ الناس إذا عملوا بيان وبلاش كمان. باخد اتصال. ألو. ألو. تفضل. يعطيك العافية. أهلين. معك الحج عمر يموت من منطقة راس بيروت. أهلا الحج. بحب أنا بس أقدم شكوى، كنت حكيت سابقا بخصوص العوائق يلي محطوطة بالشوارع يلي عم تمنع العالم من صف السيارات ومن تسهيل السير. بعد نفس الموضوع، مع انه حكينا شخصيا مع المحافظ مع رئيس المجلس البلدي السابق وما حدا عمل شيء، وكانت أولية مقررات للمجلس البلدي المنتخب الجديد انه يزيلوا هالعوائق. برجوك يا ست ربيكا اذا في مجال يرجع تذكري هون هالعوائق على كورنيش المناره. انا عم بحكيك من منطقه راس بيروت. نعم. كورنيش المناره، طلعت الحمام العسكري، النادي الرياضي، نزلت الاي سي بوج مخفر حبيش. بالاضافه بدي اضيف صوتي للشكوى اللي اجتك من الاشرفيه. نعم. بخصوص اوساخ الكلاب. اي المنطقه عندنا هالكورنيش المناره والشوارع كلها شيء بيقرف، يعني من كمان اوساخ الكلاب. معك حق، يعني نحن لما بدنا نربي كلاب اليفه بدنا كمان نحترم كل المبادئ والشروط. طبيعي الاجانب بتلاقيهم حاملين كيس اجلك للوسخ وللاشياء، هون عندنا ما حدا عندهم احترام للغير ابدا، وعلى الارصفه وين ما كان. من هيك ان شاء الله بتكون معنا. شكرا لك، معك حق، يعني ان شاء الله بتصير معنا مدام سوريا معوض حتى نشوف اذا في من خطه يعني توعيه او لنشوف، يعني بدها حل. كمان اتصال. الو. الو الو الو. بونجور. بونجور مدام.
مدام بدك تسمعيني عن أباراي مش عن التلفزيون عملي معروف. ألو إيه بونجور مدام. بونجور مدام. تفضلي حبيبة قلبي بدي أسألك. مدام كفي أنا عم بسمعك، ما تسمعيني عن التلفزيون، اسمعيني عن الأباراي التليفون. حبيبة قلبي سألتك مشان الكوب، قلتي لي برد عليك خبر. يلا إن شاء الله بنعطيكم بكرة جواب نشوف وين صارت القصة. أهلا وسهلا فيكي مدام سوريا معود كمؤسسة جمعية أباف. طبعا مش أول مرة بنحكي بهذا الموضوع، بس هالمرة مش بس بالأشرفية، هلأ قالوا لنا كمان كورنيش المنارة، طلعت الحمام العسكري، نزلت الأيسي. طب اليوم يلي عم بيربي هالحيوانات الأليفة مش مفروض يكون كمان في شروط صحية، في مبادئ ممكن إنه كمان تترافق مع تربية هالكلاب هي؟ مرحبا. أهلا. أنت بلبنان كل منطقة عندها هم يعني متخصص أربع أمتار بأربع أمتار بار لحتى تعمل حاجة وصحة بتتابع هالموضوع بكل منطقة، بس في لبنان للأسف تعرفي ما عندنا بعد احترام الحيوان أو تقبل وجوده. هلا نحن عم ننصح كجمعية دائما عم نعمل توعية، مش من زمان، من شي أسبوع حطينا كمان بأنه رح نبلش نخلق توعية مع البلدية أنه نوزع كيف اوكي ساعة كيس لحتى العالم تتعلم اذا حشيت على الطريق، لانه ما في منبر ثاني. بتعرفي ما عندك سبوت اوف جريس، وين بدي اعمل كذب اذا عايش بالاشرفيه او بالاربع دنيا؟ هالكذب مجبور يعمل برا. دونك في الاسلوب يلي حط امرا بتعرفي البيت برا كلهم بياخذوا معهم البوكس باكس يلي هني كناية عن كيس ورق بتنلبس بالإيد مثل الكف، بيلموا البوكس وبيرجعوا بيقلبوها بالقلب بيسكروها وبيكبوها مع النفايات. يعني على كل حال نحن هذه الحملة لكينا لازم الكل يترقبوها ورح تكونوا متواجدين، وبتمنى على الجميع أنه يلتزم فيها. أنا بشرك مدام سوريا معوض وباخذ اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور كيفك مدام ريبيكا؟ بشكر الله تفضل. بدي اسال، بدي يعني خبرك عن شغله واطرح عليك موضوع. بعرف انه هلا كثير الموضوع اخذ ضجه، هو موضوع الانترنت. نعم. اليوم موضوع الانترنت شيء فضايحه كثير 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 كبيره، والفضيحه الاكبر هي شيء اللي انا اكتشفته من فتره. انا بدي اخذ من سنترال علي انترنت دي اس ال من اوجيرو، وسألتهم قد ايه بيتحمل التليفون خط. انا عم بفتح شركه صغيره وبالتالي بحاجه لانترنت سريع. سألتهم قد ايه بيحمل الخط وطلع انه بيحمل 1 ميج. واذا بنشوف هلا بكل عند كل الاي اس بيز ولا اي اس بي بيعطي، وحتى يعني اوجيرو ما بيعطوا اقل من 2 ميج الباكجز تبعهم. فاليوم هذا الشيء يعني كيف مقبول بلبنان انه الانترنت يلي اقل باكج هو 2 ميج، وبعد في عندنا خطوط ما بتتحمل حتى 2 ميج يلي هو اصلا 2 ميج كثير قليل. ف يعني ما بعرف شو بدي اقول لك اكثر من انه يعني عيب على هالدوله، عيب على نحن شو عم نعاني. شغلنا كله على الانترنت، لازم الباك بون تبع البلد تكون كلها بمطرح ونحن بمطرح ثاني. مضطر يمكن اخذ هلا 3 أو 4 خطوط كرمال تقدر احصل على انترنت يعني شبه لنقول كافيه. ما بعرف اذا بيتلاقى الموضوع وبدك يعطوك خطوط كمان، لانه اذا العلبه ما بقت تسع كمان كيف بدي اعطوك خطوط؟ ما هي كمان مشكله يعني. كيف اكيد اذا عندك خط تليفون وبدك تطلب خط ثاني وثالث ورابع، بقول لك يمكن العلبه ما بتحمل. للأسف للأسف يعني اللي عم بيصير هذا كله أولا بطال الخزينة اللبنانية، تاني بطال جيبة المواطن، تالتا كل الأشغال اليوم صارت مثل ما قلنا يعني مربوطة على إنترنت. ما بقى فينا نعيش بدون، لأنه أكيد بدنا نتابع التطور. وبعدين شو ناقصه لبنان؟ كل يوم فضيحة أكبر من التاني. عندك حق اللي عم بتقوله، ما بعرف الدولة هون كيف بدها تحمي المواطن اللبناني، خصوصا يلي عاطيتهم ما عم توصلن الخدمة كمان. اتصال آخر. ألو يسعد صباحك ست ريبيكا. أهلا.
مواطن من منطقه البسطه تحت. اهلا وسهلا فيك. بيروت الاداريه. اهلين. صرنا كم يوم حوالي 4 ايام كهرباء 3 ايه 3 لا 3 ايه 3 لا، وطوى كمان بالليل الساعه 9 و10 و11. يعني في تأنين، في تأنين. بس نحن اداريه 3 ساعات بالنهار بس. ما هي انتم عم تصير اكثر، عم تروح 3 ايه 3 لا على 24 ساعه. ما صار في تقبريني، صار في مولد بالمنطقه اسمه مولد عسيف. نعم. اشتراك عسيف. نعم. وبده مشتركين. اوكي. نحن ما كنت 3 ساعات كانت تجينا تنقطع بالنهار، صار 3 ايه 3 لا وحياة الله. نحن بوقتها بلغنا الكهرباء وقلنا اذا كان في تواطؤ مع هذا المطر او صاحبه، نحن سمينا الامور باسماء بوقتها. نعم. وقلنا من وقت ما اجى هالمطر بلشت تنقطع الكهرباء على الناس. مزبوط، انت قلتيها مرة يعني نحن ونحن تابعناها مع الكهرباء، على الكهرباء تشوف انه من وين هالتواطؤ صاير اذا طاير. ايه تقبريني، انت مرة ذكرتي انا كنت عم تابعك يومية. نعم. ذكرتي المصيدبة وراس النبع. صحيح. صحيح. سميتيه المختار. وهلأني هلأ هون صار في مولد عسيف. عسيف اوكي. بس تحتها ما كانت تروح الكهرباء عندنا 3 ساعات بالنهار. نحن بيروت إدارية يعني ما بقى والليلة ما تهوى كمان ساعة 8 للعشر 11 بالليل. نحن رح نشوف. نعم. رح نشوف مع الكهرباء ليه عم بتصير هيك، بدنا نشوف إذا القطع من عنده يبقى مزبوط بسبب مولد كهرباء عم بتصير هيك. وانا اتحقق من كهرباء لبنان قديش عم يعطوا المنطقه، ساعتها بتنكشف اذا قضيه تواطؤ مع موتور ولا لا. كمان اتصال. الو 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 تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. انا من سكان بشامون، المي حفروا بالارض كثير ومدوا اساطير وركبوا خزان ولحديت هلا المي ما عم تجي. أوكي. يعني صار لهم من سنة عاملين الهيدا ونحن عاملين اشتراك بحدا بيبعت لنا مي بس. أوكي. وبالجمعة مرة بيبعتها، يعني إنه ما بيبعتها على طول، بالسهر كله 4 مرات. يعني بياخد مبلغ. يعني أنتوا ببشمون الخط الأساسي اللي جاي من المي من شركة المي بعد لا الخزان مشي ولا وصل على البيوت ولا من سنة. مدوا كل شيء، مدوا كل شيء بس بعد ما أوكي. ما عملوا شيء. أوكي أوكي. كمان اتصال. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني نحن بفتكر على طريق عكار اللي عم بتشوفوه، ومش لأنه عكار مش موجودة على الخريطة اللبنانية، بلا موجودة، مفروض على الدولة كمان تكون حاضرة بعكار، لأنه هذا اللي عم بتشوفوه هيدا طبعا خطر وما في، يعني الصورة بتحكي عن حالة. أنا قبل ما ودعكم لنلتقى بكرة بدي أقول أنه إجاني اتصال من دهر الأحمر براشية، بقولوا أنه كل يلي زرعين حبوب وما شابه اليوم عم يتعرضوا لماعز عم تفوت على أراضيهم، عم بتروح لهم كل المزروعات تبعهم، وبيطلبوا من القائم مقام الأستاذ نبيه المصري ياخد قرار، لأنه هلأ حاليا ما في بلدية وفي انتخاب بلدية، ولكن رح تروح كل المواسم بأرضها، لأنه اللي عندهم هالماعز وهالغنم عم بفوت على الأراضي وعم بيفتك أكيد بالمزروعات. الموعد بيتجدد بكرة عبر الـ MTV. إلى اللقاء.